ارتكبوا جريمة. إنهم قلبوا الأذان وشغلوه بالمعكوس. كساوند تراك او خلفية مشهد لمسلسل، اعتقادا منهم انه دام عبرة الشيطان يدخلوا رسائل شيطانية وفرقة ثانية غنت لسانتا، ودي هبدة من عندي، ولكن اللي اقصده قالوا ليش ما نسوي نفس الشيء ونحارب الشيطان بسلاحه ونقلب الاذان ونوصل شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله بالمقلوب في العقل الباطن، وكده احنا فعلنا خير بطريقة عصرية. لا حبيبي، هنا لازم نتفاهم شوية وتهجد. اولا الاسلام دين واضح وطرق الدعوه اليه مقيده بقوانين ما فيها لف ودوران، يعني ما تقدر تخترع من عندك، وهذا نوع من انواع المذاهب اللي تعتبر البدعه في الدين حميده طالما هي حلوه والشيخ الطريقه هو من اخترعها. لا يوجد خمر مقري عليه، بل يوجد ماء مقري عليه، ولما اقتدي بقوانين الشيطان في نشر معتقدي فهذا هو الفشل بعينه، لانه مستحيل الشيطان واتباعه بيعملوا شيء يستحق التقليد. فالقدوه مهمه، وانت حالك كمن يقرا القران على الخمر. ثانيا، احنا نعرف ان الرسالة الشيطانية في الاغاني هي اعمال فيها تحايل ومخادعة للمتلقي واقحام الكفر داخله من دون ما يدري، وهذا نوع من انواع الغش والتدليس، وبسبب هذا الكثير لو عرفوا الرسائل بمعانيها الصريحة حيمتنعوا عن الاستماع لهذه الاغاني. فهل الاسلام يحتاج الى التحايل والغش عشان نقلب الاذان وندخل الشهادة في عقول الناس؟ لا طبعا. ثالثا وهو الأهم، إن سألت أي ساحر تائب حيقول لك مدى أهمية إهانة القرآن والعياذ بالله، فإن سألته حيقول لك أنه عكس كلمات القرآن هو نوع من أنواع الطقوس المهمة لتنفيذ السحر، حتتضح لك أنه لما تقلب الأذان هو نفس عمل الساحر، فأنت كده أسعدت الشيطان ببدعتك الفاشلة، بل أنت مارست طقوس سحرية مخالفة للدين. الخلاصة، الإسلام واضح للي يبغاه، لا يحتاج سبليمينال ولا اختراعات، كان وأصبح وسيكون كما هو، لا يكتسب أفكار خارجية لترويجه، والسبب هو في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم استعان، خلوا للدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.